مشاهدي قناة المغربية الأفاضل، سلام الله عليكم وعيدكم مبارك وعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. يسعدني أن أرحب بكم في هذا الموعد الجديد من قناة الصحف، والذي يهتم بأبرز ما تداولته الصحافة المغربية لهذا الأربعاء في صحفها وفي صدور صحفها، وإليكم بعض العناوين المختارة في الصحافة الجزائرية، حيث اخترنا لكم جريدة الحياة التي تنشر فضيحة أخرى بين رجل الأعمال طحكوت الذي يتهم الرائد عز الدين أو الملقب زراري أو زراري رابح، الذي يتهمه بالاحتيال والنصب عليها في قضية 15 مليار سنتيم، والمحامي فاروق سنطيني يهون من القضية ويتهم طحكوت بتضخيم هذه القضية. هشام عبود يخرج من غرفة العمليات بعد عملية ناجحة لاستئصال جزء من معي مسرطا، نتمنى له الشفاء العاجل. الحياة تعود لوقائع شجار الذي نشب بين 9 جزائريين في طائرة سويسرية، مما اضطر قائد الطائرة للعودة إلى مطار جنيف ليتم اعتقالهم من قبل الشرطة السويسرية. البلاد متخوفة من تفاقم أزمة الجزائر بعد نزول آخر لسعر البرميل في السوق الدولية، وعنوان سعر النفط ينخفض في عشية اجتماع الجزائر. كما عادت البلاد إلى قضية وفاة الطفل نصر الدين من عين الفكرون، وتقول تورط أطراف أخرى في الجريمة. إلى جريدة الخبر التي تتحدث عن مطلوبين من العدالة الجزائرية يقيمون في كل من الساحل وليبيا، وتقول أن الاضطرابات في المنطقة أغرتهم باللجوء إلى هذه المناطق أو البلدان. الحكومة تنوي تطبيق مرسومها المتعلق في زيادات في الضرائب، وتنوي جني ملايير الدولارات من الجباية العادية لقانون المالية التكميلي لسنة 2017، وعنوان الدولة تقتطع 5 مليارات دولار من رواتب العمال. إلى سبق براس التي اهتمت بعدة مواضيع، أبرزها يتعلق بظلم بكلية الحقوق والعلوم السياسية في بجاية عبد الرحمن ميرا، حيث كشف مترشحون للمسابقة بوجود تلاعبات وتجاوزات صارخة في النتائج المعلن عنها منتصف أوت الفارط، وعنوان فضيحة في مسابقة التوظيف بجامعة بجاية. كما عدت إلى قضية الحجاج الذين بيعت لهم تأشيرات عمل بدل تأشيرات حج لولا تدخل السلطات السعودية والتكفل بهم والسماح لهم بأداء مناسك الحج بعد عناء كبير، وعنوان شبكات تحتال على الجزائريين الراغبين في الحج. الوطن الناطقة بالفرنسية فتحت ملف اللاجئين السوريين في الجزائر والمعاناة التي يتجرعونها يوميا، خاصة فيما يتعلق ببطاقة الإقامة التي أصبحت تشكل عائقا خاصة مع الممارسات البيروقراطية، إلى درجة أصبح فيها اللاجئ السوري يعتبر حراقا في بلده الثاني، وعنوان حين يصبح السوريون حراقا. الوطن عرجت على ملف ليبيا وخطوة الجنرال حفتر في الاستيلاء على حقول النفط في ليبيا، وعنوان اعتداء الجنرال حفتر. كما عادت إلى قضية اختطاف الطفل يوغرطا صاحب 7 سنوات في قرية بوركت بدائرة تيزي راشد، حيث حاول خاطفه قتله بلوحة فيها مسامير ولاذ بالفرار حسب شهود عيان، ويقال أن الطفل في حالة يرثى لها في المستشفى. الوطن عادت إلى الألعاب شبه الأولمبية باراولمبيك، والتي حقق فيها الجزائريون ميدالية ذهبية ورقم قياسي مع العداء عبد اللطيف بقى، وعنوان بقى الذهب ورقم قياسي عالمي. ولمناقشة أبرز هذه العناوين ينضم إلي من الجزائر الصحفي محمد رابح، رئيس تحرير موقع سبقة براس. بعد الترحيب بك، عيد مبارك أستاذ رابح. ربما نذهب إلى الموقع الذين تشرفون عليه وهو سبقة براس، ونتكلم في هذه الفضيحة التي ذكرها وقال عنها وزير الأوقاف أن هذا الحج سيكون حج كرامة. هل فعلا تمت هذه الكرامة على الحجاج الميامين؟
مساء الخير أخي عادل، مساء النور لمشاهدي قناتكم المحترمة. عيد مبارك سعيد، وإن شاء الله ينعاد على كل الأمة العربية والإسلامية بالخير. قضية الحج أو التحقيق المنشور عن الحج صدر الحقيقة أنا كاتبه لصالح جريدة العربي الجديد الدولية، اشتغلنا عليه لمدة 3 أسابيع وتم نقله في الصحافة الجزائرية ومنها الموقع الإلكتروني في التراجع. فالحقيقة المشكلة مطروحة منذ سنوات، التلاعب في التأشيرات ووجود شبكات تحتال على الجزائريين الراغبين في أداء مناسك الحج الركن الخامس من الإسلام. التلاعب أو الفساد موجود على عدة مستويات، كما تم توثيقه في التحقيق المذكور. الفساد الأول برأيي يبدأ لما تغيب المساواة، الحصة الممنوحة للجزائر على في إطار الحصة الممنوحة للدول الإسلامية تتجاوز 28,000 تأشيرة أو حصة أو دفتر حج، لا توزع كلها بالقرعة ولكن تمنح بعضها، قد تتجاوز 5,000-8,000 دفتر حج تمنح لإطارات ومسؤولين كبار في الدولة. هناك شبكات تعمل على جمع هذه الدفاتر ثم تقوم بعمليات دجنسة، وهناك قضايا مطروحة في العدالة. هناك ابن وزير شؤون دينية سابق محكوم عليه بالسجن النافذ في قضية مماثلة، هذا المستوى الأول من الفساد. هناك مستوى ثاني من الفساد يتعلق بدور الوكالات السياحية. دور الوكالات السياحية، هناك 60 وكالة معتمدة تقوم بتسفير الحجاج في إطار قانوني، وهناك وكالات أخرى تستغل علاقات سواء دائرة هنا في عند ممثلية السفارة السعودية في الجزائر أو ممثليات دول أخرى بطرق محتالة من أجل جلب تأشيرات تجارية، ثم يسفر الحجاج إلى السعودية ويصطدمون هناك، وغالبيتهم لا يعرفون أنهم بتأشيرات تجارية. ما حدث هذا الموسم أن 47 حاج نزلوا مطار القصيم وقامت السلطات السعودية بالتحصل عليهم في البداية لأنه كان العدد كبير، وهؤلاء كانوا يظنون أنهم ذاهبون للحج في وقت أن التأشيرة كانت تأشيرة تجارية لا تسمح لهم بالحج، حتى وإن تكفلت السعودية أو العاهل السعودي بسماح لهم وإيوائهم وتركهم يؤدون المناسك، ولكن هؤلاء يخفون وراءهم فضائح أكبر. ما أملكهم معلومات شخصية أن هناك العشرات بل المئات تم تسفيرهم بنفس الطريقة، وكذلك تمكنوا بطرق أخرى من الدخول إلى الأماكن المقدسة من أجل فريضة الحج. هذا الشيء قد يسبب لهم متاعب، كذلك قد يتسبب في مشاكل بالنسبة للهيئات المشرفة عن الحج. في فساد يعني على مستوى آخر يتعلق ب أنه هنا الهيئات المشرفة على القرعة لا تقوم بالتوزيع العادل، يعني هناك من يتخلى في النهاية على بعد أن يتحصل على مقعده في القرعة يتخلى على المقعد تاعه. هناك تساؤلات أين تذهب تلك الدفاتر، كل هذا تم توثيقه وتم الخروج بخلاصة قانونية وشرعية. الأول القانون، هناك فراغ قانوني في هذه المادة لأن هناك قضايا تم معالجتها على مستوى العدالة ولم يتم إصدار عقوبات واضحة نتيجة وجود فراغ قانوني. على المستوى الشرعي هناك تحريم مطلق من أئمة تم استطلاع آرائهم في هذا الجانب، ولكن هناك باب مفتوح. يعني أنا شخصيا لما كنت أشرف على التحقيق قابلت اناس امام السفاره السعوديه يعني يرغبون في الحج ويرغبون في الحصول على تاشيرات سواء تاشيرات مجامله او تاشيرات يشترونها بطرق خارج القانون، وكيفهم يتكلمون ان هناك جهات دينيه او ان هناك مراجع دينيه في الجزائر
تبيح مثل هذا التصرف. يعني في الأخير يعني السلطات السعودية منت على هؤلاء الحجاج وسمحت لهم بأداء مناسك الحج، يعني مرت بردا وسلام على هؤلاء الحجاج. يعني في العموم يقولون أن هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي كان معقول، يعني كان ناجح إلى درجة ما. تصريح وزير الشؤون الدينية لما قال أنه الحج سيمنح وكالات خاصة أو ما شابه، هو اعتراف صريح في الموسم القادم، هو اعتراف صريح بفشل البعثة الجزائرية في أداء المهام المنوط بها. هناك حالة تسيب تام يعني تنقلها التلفزيونات، تلفزيونات خاصة في الجزائر. هناك عشرات بالمئات من الحجاج يفترشون الأرض في ميناء، هناك استياء تام من خلال التصريحات التي يبني بها هؤلاء وسائل الإعلام، سوء في الخدمات، سوء في النقل، هناك قلة في المرافقة. أعتقد أن يجب مراجعة كل الآليات التي تقوم عليها مهام ديوان وطني. يعني كخلاصة نقول بقيت دار لقمان على حالها. نعود ونبقى دائما في سبقة بريس، وأنتم نشرتم كذلك فضيحة أخرى دوت في حرم جامعة بجاية، بو مراو صفيان هو أستاذ مؤقت بالكلية، يعني هو الذي كشف هذه القضية وقال أن فيه تلاعب من قبل عميد الكلية. هل تؤكد هذه الاتهامات أستاذ محمد رابع؟ في الحقيقة أنا لا أملك التأكيد، ولكن الشخص المعني وهو الأستاذ الذي كان لديه منصب مؤقت يؤكد عبر تصريح منسوب له ان هناك تلاعب، وتقدم بالفعل بتصريح لسبق فراس، وفي نفس الوقت تقدم بطعن للجامعه المعنيه، وهو يقول ويقدم ادله على ذلك ان من نجح في المسابقه هناك شخص تم مناقشه مذكره الماجستير يوم 12 ماي، بالمقابل المسابقة جاءت يوم 17 ماي. هذه المدة الفاصلة بين المسابقة ومناقشة الطالب الفائز بمقعد الأستاذية في جامعة بجاية لا تكفي هذا الشخص لوضع ملفه كاملا وبالأدلة، لأنه أولا هناك إجراءات إدارية معقدة قد تأخذ أسابيع لا يمكن للطالب أن يقوم بها في ظرف 5 أيام. ثانيا هناك أدلة قاطعة على أنه مدير جامعة المخول بختم الشهادة النهائية بتقديمها ضمن الملف كان غائبا وكان في عطلة طوال هذا الأسبوع. هذا جعل أن هناك استنتاج، وبأدلة أيضا مقدمة أن الملفات التي تم دفعها وليس للطالب المعني فقط ولكن لعدة طلبة كانت ناقصة وتم قبولها. وبالتالي هناك خلاصة إعلامية. يعني هل فتح تحقيق في القضية أستاذ رابع؟ هل فتح تحقيق من قبل الوزارة الوصية؟ إلى حد الآن أنا لا أملك معلومات في هذا الصدد، ولكن ما بلغني أن هناك طعن مرفوع لدى الجامعة وكذلك لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ربما الإجراءات قد تأخذ وقت، ولكن ما استشرفه ولا ما استشفه أنا شخصيا أن القضية التي تناولتها وسائل الإعلام قد تحرج الإدارة المعنية وقد تحرج وزارة التعليم العالي باعتبارها وزارة وصية على هذا الملف، قد تحرجهم وتدفعهم لفتح التحقيق. ولكن في النهاية هناك تجارب سابقة تتعلق ملف التوظيف في الجزائر، هو ملف ملغم بالفساد يعني في كل القطاعات، هو الشكاوى المطروحة على مستوى كل المديريات وكل الوزارات وكذلك مديريات التوظيف العمومي هي بمئات الآلاف. هناك ناس يتحصلون على وظائفهم من غير شهادات أصل، هناك أناس يتحصلون على وظائف من غير حتى حضورهم للمسابقات المعنية، هناك أناس يتحصلون على وظائفهم بعد أن يتم تضخيم نقاطهم. كل هذا
يجعلنا ان الامر لا يتعلق بحربيه ولكن يتعلق بفساد معمم في قطاع التوظيف. الحد منه يتطلب ايجاد اليات جديده كما قلت من اجل اولا الرقابه القبليه، لانه لا يمكن قبول ملف ناقص من قبل لجنه مشرفه على التوظيف. هذه مساله اخلاقيه يجب ان تعالج. ايضا لا ايضا يجب ان نعتمد معيار وهو المساواه في الحظوظ والفرص، وهذا امر غائب تقريبا في السنوات الاخيره. كذلك يجب ان تكون هناك هيئات تكون في المستوى المقبول يلجا لها اي مظلوم من اجل ان ترد عنه اي ظلم قد يطاله في هذا الملف. وبالتالي فان فتح تحقيق في هذه القضيه لا يعني بالضروره، حتى وان عاد الاستاذ الى مكانه لا يعني بالضروره ان هناك عدم فساد في هذا الملف التوظيف، او ان هناك اناس لم يظلموا قبله او لم يظلموا بعده. عناوين في الصحافة اليوم تؤكد فشل قمة الجزائر. احنا لاحظنا انه وزير الطاقة ابو طرفة كان يجوب العالم فذهب الى ايران وروسيا وقطر، وهناك اجتماع في اظن 27 من هذا الشهر حول لمنتجي النفط قمة الأوبك، لكن الناس يجمعون على فشل هذه القمة خاصة بعد تدهور برميل النفط. واليوم مثلا برميل النفط تحت 42 دولار، هل تؤكد ما يقولون حول فشل اجتماع الجزائر؟ هو تصريح وزير النفط السعودي قبل أيام حول انه لا ليس هناك ضروره من اجل اعاده توازنات جديده في السوق وتجميد الانتاج في نقطه معينه. يؤكد بما لا يدع مجال للشك بان الاجتماع منظمه اوباب يعني ما يعني الدول المصدره للنفط على هامش الاجتماع الدولي للطاقه المزمع عقده في الجزائر لن يخرج بقرارات ترضي الجزائر كدولة. سيد وزير الطاقة نوردين بوطرفة زار فعلا روسيا، التقى كذلك في باريس، التقى أظن وزير الطاقة القطري ونظيره الإيراني من قبل، وكانوا تحادثوا على مسألة تجميد النفط في نقطة معينة. ولكن المشكل المطروح هو مشكل مصالح دول. اليوم هناك محور تقوده العربية السعودية باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، في النهاية هي تشتغل على محور الإنتاج لا يهمها السعر، لأنها بإمكانها ضخ أي كميات في السوق من أجل تحقيق أرباح أكثر وكذلك جذب زبائن. هناك إيران باعتبارها مصدر كبير للطاقة. بالنسبة للجزائر الانتاج او حتى اكون دقيق، حجم التصدير، المشكل في الجزائر هو حجم التصدير. الانتاج الجزائري يتناقص بالمقابل استهلاك الطاقه يتزايد، وبالتالي التصدير الذي عبره نجذب عمله صعبه للخزينه يتناقص والمداخيل تتناقص. بالتالي الجزائر وعلى لسان وزير الطاقه نوردين بوطرفة دوما قال بانه برميل اقل من 60 دولار او بين 50 و 60 دولار قد يساعد الجزائر، اقل من ذلك قد يسبب مشاكل ماليه كبيره للجزائر. هذا المطلب في ظل هذه الظروف هو مطلب شرعي، ولكن تحقيقه وفق اليات علميه وفق لعبه المحورين، محور الذي يشتغل على الانتاج وهم الدول الكبرى المصدره للنفط، والمحور الذي يشتغل على السعر وهو محور الجزائر وفنزويلا. تحقيق هذا المطلب بهذه الدول التي تملك حجم تصدير اقل لا يمكن تحقيقه في اجتماع الجزائر. كذلك هناك ظروف اقليميه في الشرق الاوسط، يعني الملف السوري وظهور بوادر انفراج، كذلك ما حدث قبل سنه الاتفاق حول الملف النووي الايراني والسماح لايران بالدخول في السوق الدوليه من جديد قد يصعب بل يجعل من هذه المهمه مستحيله. على الجزائر اليوم ان تتعامل وفق ظروف جديده، بان
الناس قد يستقر وفق هذا السعر لسنوات أطول. من حق الحكومة الجزائرية ربما أن تخاف عن الوضع الاقتصادي. اليوم نحن أمام ثلاثة أو أربعة أشهر من دخول العام الجديد، من دخول موازنة جديدة. هي تعرف الحكومة أنه لا يمكن وفق ما هو الموجود من احتياطات صرف وكذلك وفق ما هو الموجود في صندوق ضبط الإيرادات، لا يمكن الذهاب نحو سياسة اقتصادية قد تلبي احتياجات المواطنين. ستبدأ أكيد برفع الضرائب لزيادة في المواد الأساسية وكذلك المواد الطاقوية. قد يكون اجتماع الجزائر اللي هو اجتماع دولة الطاقة والذي سيعقد على هامش الاجتماع وفي انتظار بديل بطبيعة الحال، يبقى المواطن هو الذي يدفع ضريبة هذه الضرائب التي ستطبق على هذا كاهل المواطن. شكرا جزيلا لك محمد رابح رئيس تحرير موقع سبق فراس، وننتقل بحضرتكم إلى الصحف التونسية. معنا غفران الحسيني، أهلا بك غفران. اهلا زميلي عادل، احييك واحيي ضيفك الكريم وكافه الساده المتابعين. نستعين جولتنا في الصحافه التونسيه صادره اليوم بصحيفه الشروق التي تابعت مساله رياض الاطفال ومحاضن الاطفال في تونس تحت عنوان فوضى كبرى في المحاضن ورياض الاطفال. كتبت الصحيفة أن مع العودة المدرسية تتفاقم مظاهر الابتزاز والأسعار المضاعفة والخدمات الرديئة وعدم التزام بالبرامج البيداغوجية الرسمية والفضاءات العشوائية. هذا ما يميز قطاع المحاضن ورياض الأطفال في تونس الذي تذمر منه عدد من الأولياء ويكون الطفل ضحيته الأول، حيث نقلت الصحيفة على الكاتب العام لجمعية أطفال تونس رفيق نور الدين أن المشكلة الأكبر في نوعية الخدمات المقدمة للطفل، إضافة إلى عدم تطبيق البرامج التي تؤسس لتربية وثقافة سليمة، إذ أن ما تقدمه بعض المؤسسات التربوية يؤسس لبداية انحراف الطفل. وقد استغلت بعض الرياض غياب الدولة وضعف آليات المراقبة لتعبث بالأطفال، مشيرا إلى أنه توجد مؤسسات لا تحترم طاقة الاستيعاب وعدد المؤطرين. كما أن الصحيفة اعتبرت أن الولي والطفل يدفعان ضريبة الانفلات الذي يحصل في رياض ومحاضن الأطفال، والدولة هي التي تقع في قفص الاتهام نظرا لغياب الرقابة وعدم الالتزام المحاضن بتطبيق البرامج البيداغوجية التي وضعتها الدولة. ولكن في النهاية ختمت الصحيفة بالقول على لسان أليسة خواجة رئيسة مصلحة متابعة مؤسسة الطفل بوزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية أن تنصح الأولياء بتسجيل أطفالهم بالرياض والمحاضن المرخص لها، وأن وعي الولي هام جدا لمجابهة هذه الإخلالات التي قد تعصف بمستقبل الطفولة في تونس. نتحول الآن إلى صحيفة الصباح والتي أجرت حوارا مع وزير التربية ناجي جلوم تحت عنوان أحمل ملفات فساد إلى القضاء واكتشفنا أن عشرات الموتى ما زالوا يتقاضون أجورهم. حيث كشف وزير التربية ناجي جلول التوصل إلى توافق مع نقابتي الأساس والثانوي حول أغلب النقاط الخلافية بين الوزارة والنقابات التي كانت محل مفاوضات على مدى الأشهر الماضية. وقد أكد الوزير أن الخلافات تقريبا وقع تسويتها بين الطرفين ولم يعد هناك داع للإضراب على حد تعبيره. وقال جلول أن المسألة لا تتعلق بلي جراء بين الوزارة والنقابات وليست شراء نفوذ، بل هي مسألة ميراث ثقيل ومسألة حوكمة، وكل يريد خدمة المؤسسة لكن كل له رؤيته لخدمته حسب قوله. مفيدا أن الوزارة اكتشفت عشرات ملفات الفساد بما فيها أن عشرات الموتى ما زالوا يتقاضون أجورهم إلى الآن، وأنه يوجد عدد كثير من إجازات مرضية طويلة الأمد وغير قانونية، وأن شعار الوزارة اليوم حللوا أموالكم وتقصد بذلك الأساتذة الذين تقدموا بإجازات مرضية طويلة الأمد ولا زالوا إلى الآن يتقاضون أجورهم من وزارة التربية وتحديدا من المال العام.
ختاما صحيفة الصريح اهتمت في عددها الصادر اليوم بموضوع الحج لهذا العام تحت عنوان وفاة 239 حاجة من بينهم 3 تونسيات وكيلو كوكايين في بطن حاجة، حيث نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن إدارة الأحصاء التابعة للمديرية العامة للجوازات السبت الماضي أن عدد الحجاج القادمين من الخارج إلى البقاع المقدسة بلغ 1,325,137 حاجا لهذا العام، توفي منهم 239 حاجا دون ذكر جنسياتهم. وقد نقلت الصحيفة على لسان رئيس البعثة التونسية للحجيج سليم بالشيخ أنه سجل وفاة حاجتين تونسيتين إثر تعرض الأولى لوعكة صحية، أما الثانية فقد تعرضت لسكتة قلبية. وقال رئيس البعثة التونسية أن الحاجة الأولى منذ وصولها للبقاع المقدسة دخلت المستشفى وقبعت في قسم الإنعاش إلى حين توفيت قبل الصعود لجبل عرفات، أما الحاجة الثانية فقد توفيت بسبب سكتة قلبية إثر نزولها من جبل عرفة ووصولها إلى مشعر مينا. هذا زميل عادل تقريبا أبرز المواضيع التي تناولتها الصحافة التونسية التي صدرت هذا اليوم. شكرا جزيلا لك غفران الحسيني مراسل القناة المغربية من تونس، وتعذر الاتصال بزميلنا نبيل عبداللوي من المغرب. لهذا نذهب مباشرة إلى ركن الكاريكاتير وأهم الرسومات التي اخترناها لكم، تابعوا معنا. نهاية قناة الصحف، إلى اللقاء.